زبايننا من الخليل، زبايننا من بيت لحم، زبايننا من العاصمة من القدس، من رام الله، من أريحة، من نابلس، من جنين، طول كرم وقلقيليا وسلفيت، وزبايننا من الداخل المختل. الهدف اليوم وفتح هذه الأكاديمية هو رفع مستوى الكوافير الفلسطيني. العلم نور والعلم أساس النجاح. جدا فخورين فيكم، جدا مبسوطين انكم معنا وانكم انتم زبايننا، وشكرا كثير لكم ويعطيكم العافيه.